سارة تملك مبلغ 48 دولارا وتريد أن تحتفظ بالثلث من أجل الذهاب في رحلة. فكم دولار يجب عليها أن تخبئ؟ ما علينا التفكير به هنا الآن هو كم يبلغ ثلث 48 دولار. استخدم 48 كمقام وأجد كسر يعادل ثلث. فالمطلوب منا في هذه المسألة هو أننا نريد ثلث مبلغ المال الموجود معها، لكن نريد أن نكتب ذلك على صورة كسر بحيث نضع 48 في المقام لنترك مساحة للناتج هنا. هذا يعني أننا سنملك عددا على المقام 48. هل نستطيع إيجاد هذا العدد؟ لذلك دعونا نفكر فيما يعنيه هذا. حسنا، ثلث، إذا أردنا رسم ثلث فستبدو هكذا، فيمكن أن نتخيل صندوق أو فطيرة أيا كان. لذا دعونا نقول هذه فطيرة، سأقسمها إلى ثلاث قطع. إذن سأقسمها إلى ثلاث قطع، وثلث يعبر عن قطعة واحدة من هذه القطع الثلاث. هذا ما يعنيه ثلث. الآن إذا كنا نريد التعبير عن هذا ككسر على المقام 48، كيف يمكن علينا أن نقسم هذا إلى 48 قطعة؟ كيف يمكن لنا تقسيم شيء إلى 48 قطعة؟ فإذا أردنا أن نقسم كل منها إلى 16، 3 ضرب 16 يساوي 48 قطعة. هذا من الصعب رسمه هنا، ولكن يمكنك أن تتخيل. دعونا نرى، نقسمه إلى قسمان، والآن نحن نقسمه إلى 4، والآن نقسمه إلى 8. سنمتلك العديد من الخطوط هنا، ولكن يمكنك أن تتخيل. يمكنك تقسيم كل هذا، إذا قسمت هذا بالقدر الكافي فستملك 16 قطعة. نحن نملك 16 هنا، وسيكون لديك 16 هنا، ولديك 16 هناك، وسأستمر في فعل ذلك. اسمحوا لي أن أفعل هذا باللون الأخضر. إذا استمرينا في هذا التقسيم فسوف نحصل على 48. هذا الثلث الأول سوف يقسم إلى 16 قطعة، والثاني والثالث أيضا سيحتوي على 16 قطعة، وبالتالي سنملك 48 قطعة. الآن ماذا يمثل الثلث؟ حسناً، يمثل 16 على 48. هذه 16 هنا، وهذه 16 هنا، إذن ثلث هي نفس المقدار. إذن ثلث يساوي 16 على 48. الآن نحن فعلنا هذا عن طريق التفكير بكم يمثل ثلث 48، ولكن هناك طريقة توضح هذا. نستطيع أن نحول المقام من 3 إلى 48، فنضرب ب 16. 48 يساوي 3 ضرب 16، وهذا المعنى الحرفي لتحول من 3 قطع إلى 48 قطعة. علينا أن نضرب ب 16، علينا أن نحول كل القطع إلى 16، وهذا ما فعلناه. الآن يمكننا أن نضرب المقام فقط ب 16. يجب عليك ضرب البسط بنفس العدد، وإذا أصبح عدد القطع لدي هو 16 قطعة. فيجب أن نحول هذه القطعة إلى 16. هناك طريقة واحدة للتفكير بذلك، وهي 3 ضرب 16، وهذا سيكون المقام 48. إذن 1 ضرب 16 16، و 3 ضرب 16 يساوي 48. وهناك طريقة أخرى للتفكير بذلك، حيث أنك ستعرف في المستقبل طرق أخرى، وهي أن نريد قيمة ثلث ونحولها إلى 48 قيمة المقام، أليس كذلك؟ إذا يجب علينا أن نقول الثلث من 48 هي عبارة عن ثلث ضرب 48. وعندما نقوم بعملية الضرب سأقوم بكتابتها هكذا،
ثلث ضرب 48 على 1. إذا 48 تكتب على صورة كسر 48 على 1. إذا هنا لا تختلف قيمة 48، وعندما نقوم بعملية الضرب نضرب البسط بالبسط، إذا 1 ضرب 48 يساوي 48 على 3 ضرب 1 يساوي 3. وسنتعلم كيفية القيام بهذا في المستقبل، لا تقلق بهذا الشأن. إذا لدينا هنا في البسط 48 وفي المقام 3. إذا هنا إذا قسمنا على 3 لدينا 16، إذا 48 تقسيم 3 يساوي 16، وأتمنى أن يكون هذا منطقيا بالنسبة لكم.